بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي حبايبي، تلاميذ وتلميذات الصف الأول الابتدائي. كبرنا خلاص أهو، وخدنا الأعداد لغاية 9. النهاردة إن شاء الله مع الرياضيات في الفصل الدراسي الأول، الوحدة الثانية اللي هي بعنوان الأعداد من 0 إلى 9. احنا خلصنا لغاية 9. المرة دي بقى الدرس الرابع بتاعنا هو درس الصفر. عارفينه حبايبي؟ بتقول الصفر اللي هو يعني مفيش حاجة خالص، مش كده؟ بس الصفر اللي هو مفيش حاجة خالص ده ما تستهونش بيه. يعني ما تقولش ده عشان مفيش حاجة يبقى خلاص الصفر ده ملوش لازمة. لا، الصفر ده لما بيكون لوحده يبقى يا عيني كده ايه ملوش لازمة، لكن لما يكون مع عدد تاني يا بيبقى قيمته كبيرة. امال ايه؟ هنعرف ان شاء الله بعدين بقى في الدروس اللي جاية قيمته الكبيرة دي ازاي يعني. طيب تعالوا كده بصوا معايا كده مع بعض، نراجع شوية كده نفتكر الأعداد بتاعتنا. شوفوا كده عندنا الولاد الاولانيين دول كم ولد، يعني كم طفل، يعني عشان فيهم ولاد وبنات نقول طفل. اطفال لما يكون فيهم ولاد وبنات دول كام؟ عدوا يلا كده. ايوه شطار حبايبي، دول كام؟ 4، صح كده. طب والبنتين دول الحلوين كام بنت؟ كام؟ ايوه 1 2، يبقوا 2. طب والولد اللي مبسوط ده كم ولد؟ 1، صح. طب وهنا كام؟ هنا بقى نقول ايه؟ نقول 0. ليه؟ عشان مفيش حاجة خالص موجودة. خلاص؟ طيب كلام جميل. تعالوا بقى حبايبي نلاحظ ونقرأ الأعداد. بص كده، عندي شوية مربعات المستطيلات قدامي اهو، يعني اشكال كده اهوت، وهنا ما لوناش ولا حاجه. ما دام ما لوناش ولا حاجه تبقى ايه؟ تبقى صفر. ايوه النقطه دي شايفها؟ دي صفر. بتتكتب ازاي؟ صفر يعني 3 حروف، يعني صاد وف ور. ايوه بالظبط كده. شفتوا صفر؟ طب تعالوا هنا نلون مستطيل واحد بس. يبقى عندنا كام هنا؟ 1، الرمز بتاعها 1. طب والعدد اهو 1، طبعا خدنا الحاجات دي قبل كده. طيب بس هو الصفر اللي ما خدناهوش ادينا قلنا دلوقتي اللي هو ص ف ر ص ف ر. طب هنا بقى تعالوا نلون كده، دول كم واحد؟ دول 2، الرمز بتاعهم 2 والعدد 2. شوف الرمز العدد، الرمز العدد. ده اللي بيدل عليه، ده المدلول بتاع العدد. طيب 2. طب تعالوا كده نشوف اللي هنلونهم هنا. ايوه دول كام؟ صح، رمزهم 3 والعدد بتاعهم 3، اسمه كده. ده اسم، دول اسم، لكن دول رمز. طيب شطار حبايبي، تعال نشوف اللي بعده كمان. كم واحد دول؟ الرمز بتاعهم ايه؟ 4، صح، اللي بالحساب اسمهم ايه؟ 4، خلاص 4 تون يعني، وثلاثة تون دي برضو، خدتوا بالكم؟ ايوه كلام جميل. طيب تعالوا نفتح كده الستاره بتاعتنا وندخل كده نشوف، اكتب لنا عدد البرتقالات بكل طبق، كل طبق اكتب لنا فيه كم برتقاله. تعال نشوف كده اول واحد. ده فيه كم برتقاله؟ 1، كلام جميل. طب والطبق ده فيه كم برتقاله؟ مفيش، يبقى ايه مفيش دي يعني؟ يعني 0، صح كده. طب والطبق ده في كم واحدة؟ في كم برتقالة؟ في 3، شطار حبايبي، عدوا. 1 2 3،
واحد اثنين ثلاثة، عارفينها طبعا، دخلنا لغاية 9 يعني دول سهلين. طيب ودول شوفوا كده، ايوه عدوا معاهم، اول ما ينزلوا عدوا معاهم، واحد اثنين ثلاثة أربعة، يبقوا دول ايه؟ أربعة. طب دول كام؟ كام؟ يلا عدوا. ايوه برافو، 6. احنا قلنا قبل كده 3 و3 يبقوا 6، في الدرس اللي فات باين او اللي قبله، اللي قبله. طيب تعال نشوف برضو، نفتح ونشوف حاجة تاني كمان، عايزينك تكمل لنا بالترتيب. خد بالك بقى، شوف شوف احنا هنمشي ازاي. بص اهو، هنبدأ بدايرة هنا، نطلع كده لفوق، بعدين ننزل كده، ادي 2، هنا 1 وهنا 2، بعدين نطلع دايرة فاضية انت تكمل، بعدين ننزل دايرة تانية انت تكمل، كمان دايرة تانية انت تكمل، بعدين 6، وبعدين دايرة تكمل. هنبدأ بقى من هنا، هنحط كام؟ هو راح لغاية الواحد، يبقى هنا كام؟ بقى العدد الجديد بتاعنا الصفر، ما هو الصفر ده اللي قبل الواحد، قبل الواحد يبقى الصفر على طول، وبعدين 1، وبعدين 2، يطلع لمين؟ 3 شطار، هينزل على مين؟ بعد 3، 4، صح كده، هنا هيجي على كام؟ 5، طب وبعدين؟ 6، هنا كام؟ 7، شطار حبايبي. يبقى الأعداد بتاعتنا كنا بنقول بتبدأ من 1، لأ، دلوقتي بقى بنقول بتبدأ من إيه؟ من 0، لأن أول حاجة ما عندناش، وبعدين بيجي 1، وبعدين يبقوا 2، وبعدين يبقوا 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، مش كده ولا لأ؟ كلام جميل. يلا هيطيروا بقى العدد بتوعنا. تعالوا نحط هنا شوية أزهار على حسب العدد. يعني آدي الفازات بتاعتنا أو الزهريات بتاعتنا، وهنا بيقول لي حط كام؟ 2. يلا كده هنحط له ورديتين جمال، زهرتين حلوين. طب في التانية عايز كام؟ عايز 4. يلا كده عدوا معانا كده. 1 2 3 4. الله ريحتهم حلوة، شمين ريحتهم. طيب تعالوا نشوف اللي بعدها، عايزين كام واحدة؟ 3. ايوه 3، الله بيتفتحوا وبيقفلوا، جمال جمال. طب تعالوا نشوف اللي بعدها، ايه؟ 0. يلا نحط 0. ايه مالكم؟ ايه في؟ صفر يعني مفيش حاجة، وهنا حطينا 1، والمفروض ان ده بقى يمشي، صح؟ يلا انفخوا فيه كده معايا، يلا. ايوه شفت انا نفختي قوية ازاي؟ هنا بقى مفيش، صفر يعني مفيش حاجة خالص، شطار يا حبايبي. طب وهنا؟ ايوه زهرة واحدة بس، اهو اللي كانت هنا دي هي اللي تيجي هنا، اهو كده، لكن هنا صفر يعني ايه؟ يعني مفيش حاجة. شطار، شايفين الصورة الحلوة دي؟ بنقول لك كمل لنا من الشكل اللي قدامك ده، اكمل. تعال نشوف عايز يكمل ايه. عدد الأطفال كم طفل؟ أول ما يقول أطفال اعرف إن هي أولاد وبنات مع بعض. كم واحد عندنا؟ أيوه هنكتب هنا ايه؟ 4، صح كده. طب عدد الأشجار كم شجرة قدامنا؟ أيوه 3، شطار. عدد القطط كم قطة؟ لا ادي كلاب، يبقى كم قطة؟ مفيش، صح؟ يبقى ايه؟ 0. طب وعدد الكلاب بقى كم كلب عندنا؟ هم 2، جميل شطار. طاو كمل لي بقى بالترتيب، بص كده شوف ايه اللي جابه وايه اللي ناقص. جاب 0 وجاب 1 وجاب 4 و5. طب احط هنا مين؟ يعني هو بيزود كام يا اولاد؟ 0 بقى 1، يبقى بيزود ايه؟ حط كام؟ حط 1 بس، احنا كمان نحط 1 يبقى كام؟ 2، نحط كمان 1 يبقى كام؟ 3، وبعدين هو جاب 4، بعدين 5، هنزود 1 تاني يبقى كام؟
ستة، نزود واحد تاني يبقى كام؟ سبعة، نزود واحد تاني كمان يبقى كام؟ تمانية. طب بص دي، شوف عايز يكمل بالترتيب. الشاطر يقول لي هنا كانت ايه؟ بص هو عمال يعمل ايه هنا؟ بيزود؟ ها؟ تشوف سبعة بقت ايه؟ بقت ستة، يعني نقص، صح؟ نقص واحد، وبعدين هنا كمان نقص واحد تاني. طب هنا كان كام عشان تيجي سبعة بعدها؟ ما هو عمال ينقص واحنا ماشيين، يبقى هنا كام بقى؟ تمانية. طب وهنا كام؟ ها؟ تسعة. واحنا ممكن نمشي كده، ممكن نقول احنا هنمشي كده عشان نكمل دول، هنمشي كده هنقول خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. طب هنمشي بقى المرة دي كده، ها؟ هنقول ايه بقى بعد الخمسة؟ قبل الخمسة بقى، ها؟ ايوه أربعة. طب هنا ثلاثة. طب هنا اتنين، صح كده، شطار، برافو عليك. طيب تعالوا نشوف، اكتشف النمط واكمل. يعني ايه النمط؟ يعني الطريقة اللي هو ماشي بيها. يعني بص كده، جايب لي صفر واحد اتنين، يعني هو بيعمل ايه؟ ها النمط بتاعنا هنا ايه؟ النمط انه بيزود واحد، خد بالك من كلمة النمط، ان هو بيزود واحد، يبقى بعد الاتنين هيزيد واحد، هيجي مين؟ تلاتة، بعد التلاتة هيزيد واحد، مع النمط احنا ماشيين عليه، يبقى أربعة. خلاص فهمناها؟ طب بص دي، النمط هنا ايه؟ ايه الطريقة بتاعتنا ايه؟ بينقص، صح؟ بينقص ايه؟ واحد، مش دي سبعة؟ بقت ستة، نقصت واحد، اتشال منها واحد، الستة اتشال منها واحد، بقت خمسة، الخمسة اتشال منها واحد، ما هو النمط هنا بيشيل واحد، يبقى هنا كام؟ أربعة. هيشيل واحد، يبقى كام؟ ثلاثة. شوف النمط هيشيل واحد، هو النمط هنا، لكن هنا النمط كان إيه؟ هيزيد واحد. خلاص فهمنا؟ طب بصوا دي، يلا قولوا لي، ها؟ النمط إيه هنا؟ بيزيد واحد، الخمسة زودها واحد بقت ستة، ستة زودها واحد بقت سبعة، السبعة زودها واحد تبقى تمانية، التمانية زودها واحد تبقى تسعة. طب تعالوا نكمل برضو، برضو في نفس النمط عشان ما ننساش. بص كده، هنا بيعمل ايه؟ النمط ايه؟ ايوه بيشيل واحد، بينقص واحد، يبقى بعد التلاتة هنا ايه؟ ما هو خمسة نقصت واحد بقت أربعة، الأربعة نقصت واحد بقت تلاتة، يبقى التلاتة تنقص واحد تبقى اتنين، شطار، والاتنين تنقص واحد تبقى واحد، شطار. طب النمط هنا ايه؟ يلا كده بص، ايوه، ها؟ بيزود ولا بينقص؟ ها؟ بيزود. طب بيزود كام بقى هنا؟ بيزود اتنين. ايه عرفنا ان هو اتنين؟ عشان بيسيب واحد وياخد واحد، يعني بعد واحد ايه؟ اتنين، سب، جاب مين؟ تلاتة. طب بعد التلاتة كام؟ أربعة، سب، جاب مين؟ خمسة. طب بعد الخمسة كام؟ ستة، هيسب، ما هو بيسيب واحد ويزود واحد، اللي هي بيزود اتنين يعني، هيبقى هنا كام؟ سبعة. طب هنا بقى يبقى كام؟ لو شطار، اوعى تغلط وتقول تمانية. أيوه، هيسيب التمانية، هياخد إيه؟ التسعة، صح كده. طب هنا النمط إيه؟ يلا شوفوا كده، بينقص، بينقص ايه؟ اتنين، صح؟ يعني وهو نازل بينقص، ياخد واحد ويسيب واحد، ياخد واحد ويسيب واحد، وهو نازل تسعة، ساب التمانية، راح لمين؟ للسبعة، يبقى كده اسمها نقص ايه؟ اتنين. طب السبعة هيسيب الستة، هيروح لمين؟ للخمسة، الخمسة هيعمل ايه؟ هيسيب الأربعة، يبقى يروح لمين؟ للتلاتة، صح كده. التلاتة هيسيب مين؟ الاتنين، هيروح لإيه؟ للواحد. شفتوا حبايبي؟ درس جميل وحلو وصغنون ومفيد، واتدربوا عليه مع ماما وبابا، يعني شوية مسائل كده وحاجات حلوة زي اللي احنا شفناها دي. أيوه، وهنا حبايبي، أنا هحط لكم الشعار بتاع القناة بتاعتنا، هتحط الماوس عليه كده هتظهر كلمة اشترك،
بس خد بالك العدد قدامها كام. ايوه ده طبعا قول ماما وبابا يشوفوا الحته دي يعني. هيشوف العدد، وبعدين بعد ما يعرف العدد كام يضغط على كلمة اشترك. اذا زاد العدد يبقى خلاص هو اشترك كده. جميل. طب انا عايز بقى لما انزل انا بقى فيديوهات تجي لك، هتظهر جرس قدام منك، تضغط على الجرس ده. اول ما تضغط على الجرس يبقى انت كده خلاص، اي فيديو انا هنزله تاني هتعرف على طول عشان تشوفه، مش انت بتستنى الفيديوهات بتاعتي عشان تتفرج عليها. جميل. لو ما نفعتش الحكاية دي معاك وما ظهر لكش الجرس، يبقى انت ما اشتركتش في القناة عشان انت ما عندكش ايميل. يبقى تعمل ايه؟ تشترك في الجروب بتاعي اللي هو على الفيسبوك، اللي هو دروسنا في بيتنا مجانا، هتلاقي اسمه تحت الفيديو على طول، وتحت منها كلام بالانجليزي اللي هو الرابط بتاعه، نضغط عليه هيدخلنا على الجروب بتاعنا اللي هو دروسنا في بيتنا مجانا. هنضغط على كلمة انضمام عشان انا وافق لك عليها، ويبقى انت كده عضو فيه، لان انا اول ما بنزل اي فيديو بنزله على طول على الجروب ده. واذا كنت ما شفتش الدرس اللي فات هتلاقي برضو الرابط بتاعه تحت الفيديو موجود، وهحط لك صورته هنا هو كمان عشان تضغط عليه اذا ما كنتش شفته، عشان يرجعك للفيديو ده تشوفه تاني، اللي هي كانت اظن الاعداد 7 و8 و9. واذا كان عجبك الفيديو اضغط على العلامة دي اللي تحت الفيديو. وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهاية درسنا النهاردة، وأتمنى لكم التفوق إن شاء الله، والتوفيق والدرجات النهائية على طول. عشان انتوا شطار في الحساب وفي الرياضة، انتوا بتحبوا الرياضة مش كده؟ أيوة أنا أحب الرياضيات، شطار حبايبي. يلا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.